مرحبا مواليد برج العذراء، معكم كارمن شماس. اليوم بدي أخبركم عن الأسبوع، الأبراج الأسبوعية، كيف بده يكون هذا الأسبوع، نوعية الوقت بعطيكم إياها، الأحوال الفلكية أو أحوال الوقت، أي وقت أفضل من التاني. وهيك بتختاروا أنتوا من أول أسبوع، بتعرفوا أوقاتكم كيف بدها تكون، وأي نهار لازم يكون أفضل للموعد للاتصال، لتقعدوا لحالكم لتاخدوا إجازة. البداية مع يوم الاثنين. يوم الاثنين القمر موجود ببرج الدلو. هلا القمر موجود ببرج الدلو عم بشكل مثلث فلكي هوائي مع الشمس. بشكل عام هيدي فترة جيدة، تحديدا لما القمر بيكون موجود ببرج الدلو بالنسبة لكم هيدا معناتها يقع في بيت العمل، في بيت الصحة، في عندكم شغل، في عندكم ركض، في عندكم نوع من اهتمامات غريبة عجيبة تقيلة، في عندكم نوع من اهتمامات بتاخد من وقتكم. هلأ في عنا شغل وفي عنا صحة، من الطرف الآخر في عنا شمس موجودة برج الميزان، ففي احتمال يكون في نوع من أخذ وعطاء بالمسائل الصحية، المسائل المالية، إن كان مصاريف، إن كان مدفوعات، إن كان فواتير. حتى بعض مواليد برج العذراء يمكن يكون في عندهم نوع من استحقاقات مهمة، مثل دبلومة، مثل امتحانات، مثل تقديم بروجي. شغل كتير، نهار طويل، بده تركيز، وبدكم تكونوا حاضرين وشغلين مظبوط لحتى تضلكم محافظين على انطباعاتكم الممتازة عند الآخرين، ولحتى تضلكم ربحانين ما تخسروا. تذكروا انه الشمس موجودة في بيت المال، يعني كل شيء بيحور وبيدور، كل شغلكم على مسألة مالية او يمكن حتى محاسبة لألكم، او يعني انتوا عم تحاسبوا الآخرين. هلأ هيدا الجو مكمل ايضا الثلاثة، مكمل ايضا الاربعة. انتبهوا، الفترة اللي بيكون فيها القمر ببرج الدلو رح بتكون فترة افضل من وقت القمر بيوصل لبرج الحوت. فانتوا هلأ على العد العكسي، تنين ثلاثة والاربعة في عد عكسي. الساعة 7 مساء يوم الاربعاء القمر بيوصل لبرج الحوت، وبتوصل المعاكسة لألكن. القمر بيكون عم بيعاكسكن من برج الحوت. 7 مساء توقيت بيروت، يلي هي الساعة 4 بعد ظهر توقيت العالمي، يعني اللي عم بيشاهدني من القارة الأمريكية تقريبا من 9-10 صباحا، كل نهاركم تقريبا بيكون القمر برج الحوت. القمر برج الحوت هو موقع معاكس لألكن، في تعب، في تحدي، ما معناتها ضدكم، لكن بتحسوا حالكم كرانكي، نتفي، مزعوجين شوي او مزاجيين. طبعا كل الامور منضبطة بتقدروا تضبطوها. بكمل الجو نفسه الخميس والجمعة، فبتكونوا منتبهين لحتى ما تنزعوا الخميس والجمعة، خاصة انه ان كان شغل، ان كان أمور اجتماعية، أصحاب، أولاد، عائلة، أنتوا مع حالكم، فبكون ديروا الأمور ضروة وتضبطوها لتضلكم مرتاحين، ولحتى شغلكم ما يتأثر سلبا، فكونوا حذرين شوي الجمعة، الخميس والجمعة، حافظوا على هدوء أعصابكم. تذكروا انه في عندكم طاقة كتير كبيرة وانتوا أبضيات وقادرين توصلوا يلي بتريدوا. ننتقل ليوم السبت والأحد. سبت والأحد في احتمال انه توصلوا، يمكن يا اما محتفلين انكم وقعتوا على عقد، تزوجتوا، خطبتوا، ارتحتوا، يمكن يكون في عندكم مفاجأة سارة بكونترا عقد معين مهني او اجتماعي. سبت والأحد وتحت تأثير القمر الفول مون في برج الحمل، يلي هو بالنسبة لكم بيقلكم ضرورة يكون في نوع من مناقشة، نوع من دبلوماسية، مسايرة معينة ضروري تكونوا ماشيين فيها لحتى يمشي حالكم، وضروري تصحيح أخطاء يوم الخميس والجمعة. فبعدوا عن المشاكل، اشتغلوا على هالأساس بتقدروا تنجحوا. أسبوع جيد لكم، شيلوا الخميس والجمعة على جنب، كل الأسبوع أنا بعتبره ممتاز. الأكثر حظا فيها تكون مواليد 26-27-7-8 أيضا 13 و 14 أيلول سبتمبر. رجاء تابعوا الأبراج اليومية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية دعما للقناة وأيضا للمزيد من الأخبار. ودعكم، باي باي.